السلام عليكم، أنا المهندس وائل طاهر، أنا بشتغل في تصميم وفصل الألوان الخاص بالمنسوجات من سنة 97 على الكورل درو والفوتوشوب. النهاردة هشرح طريقة لفصل الألوان بعد ما رسمنا الرسمة بألوان CMYK، وهخلي كل لون على صفحة، وهقول كمان طريقة تاني أسرع عن طريق تحويل ألوان CMYK إلى الكوتد كولر، وأخلي البرنامج الكورل درو يفصلها أوتوماتيك من غير ما نتدخل عملية الفصل. أرجو إن أنتوا تستفيدوا من الفيديو ده، وإن شاء الله ألقاكم في دروس أخرى. وللتواصل معي عن طريق الفيسبوك www.facebook.com/wtw.wear. الرسمة اللي قصادنا دي عبارة عن إنها 4 لون، أخضر وأزرق وأصفر وأورنج. طبعا عشان أجي أفصلها وهي في حالة CMYK، طبعا محتاج كل لون يبقى بنطلعه فيلم مستقل. لو دخلت له فايل برنت بريفيو، طبعا هو شايفها كلها لون واحد. طب لو انا دخلت قلت له افصلها لي، هو اوتوماتيك في عندي هنا انيبل كلر سيبريشن، لو ضغطت عليها هيفصلها لي 3 الوان، سيان ماجنتا يلو. ليه بقى؟ لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان فيه، عملنا زوم كده على القلب ده، هنلاقي ان القلب ده مش اسود 100%. ده معناه ان هو شبكات، معناه ان اللون الماجنتا مع اللون اليلو عامل اللون الاورنج اللي هو القلب ده تحديدا، عامل اللون الاورنج اللي احنا شايفينه. طبعا مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين كل الالوان تبقى صريحه 100%. طيب هنعمل ايه؟ هناخد اولا نسخه من الملف اللي قصادنا ده عن طريق نضغط احنا كنترول اي سيلكت اول، كنترول سي كوبي، وهنفتح صفحه تانيه وهنقول كنترول في وبيست. ده يبقى اللون التاني واللون التالت واللون الرابع. هاجي الأول صفحة، هعمل ايه؟ أول حاجة هفك الجروب بتاع الرسمة دي، هنقول له ان جروب، وبعدين هدخل على ايديت، هناخد أمر جديد فايل اند ريبليس اوبجكت، اقول له فايل ريبليس ا كلر نيكست. انا عندي اول لون هاخده، هنقول مثلا لون الأخضر، أقول له فينيش، هتطلع لي الرسالة دي، هقول له فايند اول، يعني كل اللون الأخضر طلعه لي. هقفل الرسالة دي وهعمل كنترول جي جروب، وهعمل إزاحة عن طريق سهم حوالي 30 سنتي، سهم يمين 30 سنتي. هاجي بعد كده أعمل سيلكت لبقية الألوان اللي موجودة قصادي، وهعمل لها ديليت، وهرجع تاني على اللون الأخضر وارجعه مكانه تاني. هدخل على اللون الصفحة التانية، برضو هنفك الجروب بتاعنا، هنقول له ان جروب، هناخد مثلا اللون الأصفر، ندخل على edit find and replace object replace a color next، اللون الأصفر finish، هنقول له find all، هقفل دي، هعمل control G جروب، برضه هعمل إزاحة لليمين 30 سنتي، وهاخد الرسمة دي أو بقية الألوان وهعمل لها ديليت، وهقف على اللون الأصفر وأرجعه مكانه تاني، أضغط على السهم الشمال، هدخل على الصفحة التالتة، هاخد اللون الموف هخليه وهشيل الباقي. إزاي؟ برضه هنفك، هنقول انجروب، هدخل على إيديت find and replace object replace a color next، اللون الموف finish find all، هقفل، هعمل control G، هعمله ازاحة، هشيل بقية الالوان اللي موجودة، وهرجع اللون ده مرة تاني. طيب هيبقى ناقص عندنا لون اخير اللي هو لون الاورنج، هدخل على نفس الرسمه، هعمل ان جروب، وهدخل على ايديت، انا عامل شورت كات هنا للايديت ريبليس اوبجكت اهو موجود، هقول له ريبليس كلر نيكست، احنا عايزين لون الاورنج فينيش اوكي فايند اول، هو بيقول كلر از فينيشد فيرش، ماشي هو شايف اللون ده ايه مال اورنج.
الديس كفر لون الأورنج اهو. فينيش فايند اول، هقفل كنترول جي، هعمل له ازاحة. انا كنت مختار لون غلط، اورنج درجة غلط، ودي من ضمن مساوئ الفصل بالطريقة دي. هعمل ديليت، وهنا برضه هعمل ديليت ديليت ديليت، وهرجع لون الأورنج. طيب احنا دلوقتي عندنا كده كل لون فصلناه على صفحة. طيب اللي هيحصل ايه دلوقتي؟ اللي هيحصل ان انا لازم احولهم كلهم لأسود علشان لما اجي افصل يبقوا بالنسبة لي. هنا هنقول طبعا، هنا بقى هتقابلنا قصة تاني، نعمل انجروب، هنقول find and replace object اللون الموف دوت، finish find all replace all. احنا كنا اخترنا ايه؟ الاسود. بعد كده الصفحة اللي بعديه هناخد select اللون، وهختار اللون الاسود على طول. دلوقتي لو جيت قلت له فايل برنت بريفيو اقول سيبريشن، هنا طلع لي كل لون بقى لون منفصل دلوقتي في اربع الوان. من ايه اهي، قلنا له سيبريشن، هو شايف اللون الاسود البلاك. اوكي ادي عندي اول لون، ادي تاني لون، تالت لون، ادي رابع لون، وكده هنطبع. طبعا الطريقة دي بتاخد وقت وبتستهلك مجهود، وممكن اغلط لو الرسمة معقدة شوية. طب في طريقة تاني اسهل من الكلام دوت، ازاي؟ هنعمل كنترول زد لصفحة من الصفحات، هاخد كنترول ايه كنترول سي، وهفتح فايل نيو، هعمل كنترول في. طيب ازاي بقى احولها الالوان صريحة يقراها الكورل من غير انا متدخل فيها؟ اول حاجة هعمل سيلكت للرسمة اللي قصادي، وهدخل على امر كرييت نيو باليت فروم سيلكشن، هضغط عليه. يعني كده بعمل الالوان اللي قصادي دي هطلع منها باليت الوان عشان اعرف اعمل لها ريبليس، وهنسميها مثلا هارت، وهضغط سيف. طلعت على طول اوتوماتيك عندي اهي، عندي لون 2 3 4 5 تمام. طيب هبتدي بقى ايه، هاخد لون لون وابتدي احوله لالوان كوتد كلر. الكوتد كلر دي هي الوان موجوده في الباليتات، نوصلها عن طريق الويندوز كلر باليت بانتون سوليد كوتد تمام، هي موجوده عندي تحتها. طيب هنعمل ايه بقى؟ هعمل برضه هدخل على فايند اند ريبليس اوبجكت، هضغط عليها ريبليس كلر نيكست فايند. هنا بقى هقول له اذر، وهدخل على الباليتت، وهنا هختار باليتة من اليوزر باليت اللي احنا مسمينها هارت اهي، دي الالوان اللي موجودة عندي في الرسم. هختار لون اورنج وهقول له اوكي، هقول له غيرها لي بايه بقى؟ ريبليس ويد اذر، هدخل على الباليتات، وهدخل على الفيكسد باليت، وهختار منها اللي هي سوليد كوتد، وهختار اللون الاورنج، وهقول له اوكي فينيش فايند اول. بيقول لي ان في جروب، هقول له فك الجروب يس yes. هقول له ريبليس اول، وهقول له ايه يس yes. الموضوع انتهى. طيب ندخل على اللون التاني، اقول له برضه ريبليس نيكست فايند اذر باليت، ادخل لي على ايه اليوزر باليت، في اليوزر باليت على الهارد، اختار له الاصفر، هنقول له اوكي فاين ريبليس ويد اذر باليت، هنختار اللي هي الفيكسد باليت السوليد كوتد، هختار اللون اصفر اي لون بقى مش تفرق. اوكي فينيش، هقول له فايند اول، هقول له ريبليس اول، كده هحول الاصفر ويدي رساله بيقول انه خلص تمام. هروح اقفل وادخل مره تاني اللون الاخضر ريبليس اذر باليت، ندخل على اليوزر باليت،
الهارد، نختار اللون الأخضر. أوكي هنغيره بإيه؟ هندخل على هنا أذر باليت، هندخل على فيكسد باليت، على سوليد كوتد، هنختار أي لون أخضر وليكن ده. أوكي أقول فينيش، فايند أول، هقفل، هقوله ريبليس اول، هيحول درجة الاخضر كلها بالدرجة دي، وبعدين هقفل، هدخل اللون الناقص اللي هو لون الموف، هقول له ريبليس نيكست اذر درجة الموف دي، ريبليس وذ ايه اذر، لا احنا غلطنا، المفروض دوت، هدخل على اذر باليت، على اليوزر باليت، الهارد، هاخد الدرجة دي، اقول له اوكي، غيرها لي ب سوليد فيكسد باليت سوليد بأي درجة، نفترض ان الدرجة دي مثلا. اوكي فينيش، فايند اول، ريبليس اول. اوكي هدخل بقى دلوقتي، هعمله كنترول جي، هدخل على فايل من غير بقى ما اخد كوبي وبيست الكلام ده، اقول له ايه برنت بريفيو، لو دخلت على السيبريشن اهي انيبل كولر سيبريشن، بص هو اوتوماتيك طلع لي ادي صفحه، ادي فيها البنتون الازرق، وادي الاخضر، وادي الاورنج، وادي الاصفر، اوتوماتيك طلعها لي، وفي الحاله دي اقدر اطبعها من غير ما ادخل في عمليه ان انا اختار لون، ممكن اغلط وانسى حاجه واعمل حاجه. فدي الطريقه الصح لفصل الالوان، ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس ده، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.